بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين وعلى من سار على هديه يوم الدين. النهاردة نتعلم طريقة عمل بارتيشن جديد. ده لو البارتيشنز عندك مليان على آخر، يعني ايه؟ يعني مثلا لو هنروح على الكمبيوتر، لو الكمبيوتر ده مثلا لقيت البارتيشنز عندك مليان على آخر لحد الحتة دي كده ومفيش كده، الكمبيوتر مخنوق مش عارف يتنفس، الكمبيوتر زهق منك. نقول له ايه؟ يعني مثلا الحتة ديت كل الحتة دي حمرا ومفيش الا حتة صغيرة، وانت عاوز تفضي مساحة. اتبع الخطوات بتاعتي بالظبط وانت هتعرف هتعرف انت هتعمل ايه. بص يا سيدي، اول حاجة هتقفل دي كده، هتروح على الكمبيوتر تضغط على ادارة اللي هي مانج بالانجليزي، بعد كده تختار ادارة الاقراص يا مانج مود، وبعد كده تختار ادارة الاقراص تضغط على كليك يمين، كليك يمين، وبعد كده تختار انشاء في اتش دي اللي هي بالانجليزي سيرت في اتش دي، تضغط عليها مكان مثلا تكتب اي كلمة اي حاجة انت عاوزها، 1 2 مثلا، وبعد تضغط عليها مثلا 2 2 1 2 او اي حاجة، المهم حفظ. بعد كده مثلا حفظتها فين؟ في الماي دوكيومنتس اللي هي المستندات، وبعد كده تك حفظ اضغط عليها. بعد كده انت عاوز انت بقى التيرا، لا انت عاوزها ميجا ولا جيجا ولا تيرا؟ انا اختار مثلا جيجا عشان اللي محبش التاب، ممكن تقلي جيجا ممكن تنفع، ممكن انا مثلا اختار 2000 جيجا، يعني ده مثلا هتبقى في حدود 295 ميجا. بقى اختار في اتش دي اكس، بقى هضغط على الامر موافق، اسف، نبدأ من جديد، انا اسف، استعراض، عند لما تعمل انت الكورس هيبقى بالشكل ده كده، بالشكل ده اللي كورس 2، هتلاقي المعلمة دي سودة، يعني لسه مفيش حاجة غير مخصص، لسه مفيش حاجات اتعملت، وده غير مهيئ، اللي فوق متصل يعني مهيئ. هنضغط هنا كليك يمين على الكورس 2، نضغط الكشف عن حالة الكورس، وبعد كده تكتب موافق. عندنا انا برضو لسه غير مخصص بس دي متصل، هنضغط هنا على كليك يمين، وبعد كده واحدة تخزين بسيطة جديدة، نضغط التالي 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 نهاية. حمل معانا عشان يعمل البارتيشن الجديد. دلوقتي البارتيشن كده اتعمل زيه زي اللي فوقه، زي اللي فوقه زي الاساسي اساسا، زي النظام هو ده هو ده هو ده. هنعمل دلوقتي انا اقفل ده عادي كده خلاص عشان نتاكد برضه، نروح على الكمبيوتر التخزين الجديد اللي احنا عاملينه مع بعض، ايه تيرا حرة من 1.95 زي ما انا قلت لكم، 1.95 تيرا بايت كده تمام. لو انت مثلا بقى عندك المساحة بتاعت، اسف، لو انت عندك المساحة بتاعت البارتيشن سي كبيرة القليلة عاوز تكبرها، تعمل ايه؟ هتروح على برنامج اسيب لكم رابط بتاعه اسفل الفيديو، البرنامج ده اسمه ميني تول. هنروح على مثلا هنا والبرنامج هو، نضغط على نعم اسمه ميني تول بارتيشن ويزر، هتختار ديت دي عشان تظبط انت بتاع سي من اللي هو بارتيشن سي، وهنا عشان تظبط ترجع كل حاجه كانت على الكمبيوتر من زمان. دلوقتي انت هتروح على بارتيشن ويزر ديت، كل اللي احنا عاملينه مثلا دي وحده التخزين الجديده، لو انت عاوز مثلا تسحب منها اضغط يس موف سايز من جديد عشان كل حاجه تبقى واضحه. اول ما تفتح البرنامج يبقى بالوجهه دي كده، تضغط كليك يمين موف اند رايز، بكده تبدا تصغر انت من المكان ده كده، مثلا صغرت المساحه دي كده، اضغط اوكي، اروح مثلا على نظام الويندوز، اسف عملت غلطة، اروح مثلا على دي كده نصغرها بالشكل ده كده، نضغط اوكي، نروح على نظام الويندوز نعمل موف ريزايز، مكانتش عندنا زي ما كانت موجودة، وجينا نبص هنا المساحة دي هي المساحة دي، يعني
المساحة اللي انت خدتها من البارتيشن دي وعاوز تحطها في السي، بتقوم راح فاتح بتكبرها كده، بعد كده بتضغط على اوكي، بعد كده بتضغط على ابلاي. هنا بيقول لك ان الكمبيوتر بتاعك لازم عشان انت المعلومات دي تفضل عليه، تثبت المعلومات اللي انت عملتها عليه دلوقتي، لازم تعمل اعادة تحديث للكمبيوتر. وللتأكيد برضو، لتأكيد كلامي، هنروح على دي مثلا، على الاعدادات، تشغيل، تثبيت التحديثات واعادة التشغيل. انا مش هعملها لان انا عاملها قبل كده، وكده كده تمام كده، انتوا كده تمام. اعمل بس اللي هو تك على ابلاي، وبعد كده تضغط على يس. لو ما جاتش معاك روح على الاعدادات والتشغيل، تك تثبيت التحديثات واعادة التشغيل، او اعمل له ريستارت بمعنى اصح. كده احنا تمام، وكده البرنامج خلاص. وإلى اللقاء في حلقة قادمة من قناة في كل مجال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.